مجلس الوزراء يشكل لجنة برئاسة حمدوك لمعالجة الأزمة السياسية بالسودان. الشرطة تمنع معتصمي مجموعة الميثاق من الوصول إلى مجلس الوزراء. 83 مليون دولار خسائر صادر الثروة الحيوانية خلال شهر. الحكومة برنامج ثمرات سيغطي جميع الولايات في نوفمبر المقبل. أهلا بكم مشاهدين، ساعة إخبارية جديدة من أحداث السودان، أهلا بكم فيها. قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأزمة السياسية بالبلاد بين شركاء الحكم. وعقد المجلس اجتماعا طارئا بحث خلاله الوضع الراهن بالبلاد ووتيرة الأحداث المتسارعة خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية. وأمن مجلس الوزراء على أهمية الحوار بين جميع أطراف الأزمة الحالية، سواء بين مكونات الحرية والتغيير أو بين مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي. وشدد الاجتماع على ضرورة التوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديمقراطي والمحافظة على المكتسبات التاريخية لنضالات الشعب السوداني في تعميق قيم الحرية والسلام والعدالة. ودعا مجلس الوزراء جميع الأطراف إلى النأي عن التصعيد المضاد. وكشف رئيس الوزراء عن لقاءات أجراها خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، وأكد ضرورة استمرار الحوار بين الجميع برغم كل الخلافات. في الأثناء جدد رئيس مجلس الوزراء التأمين على الجهود المبذولة لمعالجة قضية شرق السودان وسعيه الحثيث والتزامه بإيجاد حلول عادلة تحفظ مصالح المواطنين بشرق البلاد. واطلع المجلس على الاتصالات الجارية مع قيادات الاحتجاجات يترأسهم السيد الناظر محمد الأمين تريك. وجه المجلس بضرورة استمرار تلك الجهود بما يؤدي إلى حلحلة الأوضاع الحالية بشرق البلاد، بما يصنع المناخ المناسب للتوصل إلى حلول دائمة ورفع جميع أنواع التهميش عن مواطني شرق البلاد، وعلى رأسه التهميش التنموي والاقتصادي. كشف مصدر حكومي عن أن الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء أقر تشكيل لجنة سباعية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك لرسم خارطة طريق بشأن التوصل إلى حلول للأزمة المشتعلة بين شركاء الحكم في السودان. وأوضح المصدر أن اللجنة السباعية لإدارة الأزمة تضم ممثلين اثنين لكل طرف، المكون العسكري والحرية والتغيير ألف والحرية والتغيير باء، وتضم عضوية السيادي الفريق ياسر العطا والفريق إبراهيم جابر، رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركم الناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وطه عثمان. منعت السلطات الأمنية مجموعة من معتصمي ميثاق التوافق الوطني بقوى إعلان الحرية والتغيير من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء. ووسع معتصمو جماعة ميثاق الوفاق الوطني لوحدة الحرية والتغيير نطاق اعتصامهم وحاولوا التوجه إلى مجلس الوزراء، لكن قوات من الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع. ونقلت مصادر صحفية أن وزير الداخلية أصدر توجيهات مباشرة لمسؤولين في رئاسة الشرطة لإبعاد المعتصمين عن محيط المبنى، قبل أن تشير إلى أن عدد المجتمعين لم يكن كبيرا، وكان المعتصمون قد أغلقوا شارع الجمهورية في وسط العاصمة الخرطوم. أعلنت مجموعة ميثاق التوافق الوطني بقوى إعلان الحرية والتغيير رفضها إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بمحيط مجلس الوزراء، في وقت قررت المجموعة تمديد اعتصامهم القصر ليشمل كل البلاد. قالت جماعة الميثاق الوطني في بيان إن الميدان شهد تزايدا في أعداد الوافدين وتمددت رقعة الاعتصام، وكرر الثوار السلميون تسيير موكب إلى
رئاسة مجلس الوزراء لزيادة تأثير الاعتصام وصوته في الإعلام الداخلي، لكن الموكب تم ردعه والتعامل معه بعنف مفرط مما أدى إلى أكثر من 5 إصابات. وأدان البيان ما قال إنها حملات تشويه وتصرفات تنتهجها الأحزاب وأشباه السياسيين الذين يحاولون الهروب من واقع أنهم ضعفاء سياسيا وأنهم اختطفوا شرعية السلطة من كل المكونات. وأوضحت المجموعة أنها ستملأ كل السودان باعتصامات تطالب بإصلاح السلطة وتوسيعتها بما يشمل جميع المكونات للحرية والتغيير وإبعاد الأحزاب الأربعة من مركزية صنع القرار تنفيذ السلام والعدالة الانتقالية. دعت قوى الإجماع الوطني إلى الإسراع في تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء والنائب والمراجع العام ونقل السلطة إلى المدنيين في موعدها في نوفمبر مع تسليم شركات القطاع العسكري الاقتصادية إلى وزارة المالية. واستعجلت عرض نتائج التحقيق في فض الاعتصام، وأوضحت في بيان أصدرته اليوم أن الشعب السوداني سيخرج في مسيرة يوم 21 من أكتوبر للرد على من سمتهم بالفلول تحركاتهم اليائسة ليجدد تمسكه بالخيار الديمقراطي والتجاوب مع طرح رئيس الوزراء في التعاطي مع الأزمة ودعم جهوده لمعالجتها. اتهم الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير قوى مدنية وعسكرية بالسعي لإحداث فراغ سياسي دستوري بالبلاد يؤدي إلى تغيير غير مسيطر عليه يقود إلى تشظ وفوضى. وقال البرير في حوار مع التغيير إن مؤسسات الدولة معطلة ولا يوجد مجلس سيادي في السودان، وأشار إلى أن مجلس الوزراء فقط الذي يعمل وهناك مساعي لتعطيله بدعاوى توسيع قاعدة المشاركة في قوى الحرية والتغيير. ولفت إلى أن ما يحدث الآن تشترك فيه قوى مدنية وقوى عسكرية وإقليمية لا تريد لهذا البلد أن يستمر في تحوله الديمقراطي، واتهم جهات عسكرية ومدنية وإقليمية بالوقوف خلف مشكلة الشرق التي تسببت في إغلاق الميناء والطريق القومي لأكثر من 3 أسابيع. وأكد أنه لا يمكن أن يحدث ما حدث في الشرق إلا إذا كانت هناك جهات لديها نفوذ تقف وراءه. وتابع حديث الناظر تيريك بأنه ينتظر اتصالا من رئيس مجلس السيادة لفك الحصار يؤكد أن هناك تنسيق لما يحدث. كشف رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي النقاب عن تلقيه مقترحات ووصفها بالمقبولة من رئيس مجلس الوزراء لحل الأزمة السياسية الرهينة في البلاد. وأوضح أنه عقد اجتماع مع رئيس الوزراء بمشاركة رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في سياق جهود حل الأزمة الراهنة. ووصف المقترحات التي دفع بها رئيس الوزراء لحل الأزمة بالمقبولة ورفض الكشف عنها قبل أن تجد قبول الطرف الآخر، كما شدد على أن هذه المقترحات تعمل على حل المشكلة بكاملها وتضع خارطة سياسية جديدة للفترة الانتقالية. وأعلن مناوي استعداده للاستقالة عن منصبه كحاكم لإقليم دارفور إن كان ذلك مصدر تناقض بين مطالبته بحل الحكومة وهو جزء منها. لمزيد من المعلومات والتفصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم مدير مشروع الفكر الديمقراطي ورئيس تحرير صحيفة الحداثة الأستاذ شمس الدين ضوى البيت. مرحبا بك ومساء الخير. السلام عليكم، مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا بك. بداية، كيف تنظر للقرار الذي تم بموجبه تشكيل خلية لإدارة الخلافات، وكيف يمكن الوصول إلى حلول بالنظر لحجم الخلافات بين الشركاء؟ السلام عليكم والتحية لمشاهدي السودانيين في كل مكان. أنا أعتقد إنه هذا هو الوقت المناسب وهذه هي الحلول الحقيقية لهذه المسألة. يعني المسألة بتاعت إنه الناس تجتمع من جديد، لأنه تفرق الناس، تفرق المسؤولين، تفرق المؤسسات، مؤسسات الفترة الانتقالية ألقى بظلال قاتمة على الوضع في السودان،
وهدد مجمل تطور البلاد، حدد بقاء البلاد في الحقيقة، لأنه كانت هذه الدفع بالبلد إلى حافة الهاوية. منذ البداية كانت الحلول تكمن في العودة إلى منصة التوافق. منصة التوافق تعني أن يجلس الفرقاء مع بعضهم البعض ليطرحوا القضايا الأساسية والجوهرية ومسببات الخلاف الأساسية، يطرحوها بصورة صريحة وواضحة، ومن ثم البحث عن الحلول الممكنة لهذه المشكلات التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع الخطير. هذه الأخبار أخبار مفرحة وأخبار مبشرة، وأتمنى أن يتواصل مثل هذا النوع من الحوارات واللقاءات وبمرجعية. بالنظر لأهمية هذه المبادرة التي ذكرتها أنت، ما هي الآليات التي ستعمل بها هذه اللجنة للوصول إلى عملية التوافق التي نتحدث عنها؟ أنا في تقديري، وكما ظللت يعني أكرر في كل مكان، بأن لدينا منصة جاهزة. هذه المنصة هي منصة التوافق، وهي الوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية برغم إنها لم تعبر عن كل تطلعات ورغبات الثوار السودانيين بعد 11 من أبريل، إلا أنها كانت نتيجة لتوافق بين المؤسسة العسكرية التي كانت تمثل أجهزة الدولة، وبين قوى الحرية والتغيير التي كانت تمثل الشارع الثائر على فترة الإنقاذ، فترة المؤتمر الوطني البغيضة. وخرج من هذا اللقاء، من هذا التوافق، خرجت الوثيقة الدستورية. فلدينا مرجعية جاهزة، ما علينا إلا الالتزام الصارم والحاسم والعودة إلى نصوص وبنود هذه الوثيقة الدستورية، لأنه توجهاتها واضحة. هي توجهها العام هو توجه إلى التحول المدني الديمقراطي عبر فترة انتقالية من 4 سنوات، يتم فيها تصفية نظام المؤتمر الوطني وإزالة التمكين والتأصيل، وتنتقل فيها المؤسسة العسكرية تدريجيا من المشاركة المباشرة في لكن السلطة. أستاذ شمس الدين، يعني بالنظر إلى بنود الوثيقة التي ذكرت بأنها الحل الآن في هذه الفترة لهذه اللجنة في تنفيذ عملية التوافق التي تسعى لها، ألا ترى بأن أطراف العملية السياسية الآن قد تجاوزوا هذه البنود الموجودة في الوثيقة الدستورية حسب مشاهداتك؟ لا أعتقد أن لدينا بديل لهذه الوثيقة. لم أسمع عن أي توافق جديد. طبعا حتى التوافق، إذا كانت حدثت أي توافقات جديدة، هذه التوافقات إذا كان تم الاتفاق عليها بالوسائل التي حددتها الوثيقة الدستورية، فطبعا هذا ممكن. يعني الوثيقة الدستورية، أنا أتحدث أستاذ شمس الدين عن تجاوز بنود الوثيقة التي تتحدث بأنها الحل. يعني أنا لا أعتقد أنه يمكن تجاوز الوثيقة الدستورية، لأننا إذا تجاوزنا الوثيقة الدستورية فإننا سنذهب إلى لا مكان. ليس لدينا منصة توافق أخرى يمكن البناء عليها، وليس لدينا منصة اتفاق أخرى يمكن الرجوع إليها. هذه هي المرجعية. إذن أستاذ شمس الدين، حسب قراءتك لما يحدث في الساحة السياسية في الفترة الماضية تحديدا، ليس هنالك أي خروج عن الوثيقة الدستورية؟ أنا لم أقول إنه ليس هناك خروج، طبعا هذا ليس الحديث، إنما أقول أنه لم نتجاوز ولا يمكن أن نتجاوز الوثيقة الدستورية. هذه الوثيقة الدستورية هي منصة التوافق التي اتفقنا عليها في 17 أغسطس 2019، وبالتالي هي المرجعية التي يجب أن نستند إليها، يجب أن يعني نرجع إليها لمواصلة عملية الانتقال الديمقراطي
في البلاد. المدني الديمقراطي. طيب بالعودة إلى اللجنة المشكلة للوصول إلى عملية الوفاق، يخشى البعض من أن تلجأ اللجنة السباعية لحسم الخلافات بالأغلبية في ظل هذا التقارب بين الرؤى بين مجموعة الميثاق الوطني والمكون العسكري في البلاد. أساليب تعديل الوثيقة الدستورية منصوص عليها في الوثيقة الدستورية نفسها، إما أن تعدل من خلال المجلس التشريعي، وطبعا المجلس التشريعي لم يقم بعد، لذلك المنصة الأخرى لتعديل الوثيقة هي اجتماع المجلسين، مجلس الوزراء ومجلس السيادة، وإذا كان حدث توافق بين القوى السياسية فهذه الوسيلة متاحة من أجل أن يتم تضمين هذا التوافق الجديد على مستوى الوثيقة الدستورية. لكن نحن نتحدث أستاذ شمس الدين عن الاجتماعات الدائرة فيما يلي مسألة تكوين اللجنة ورؤاها ووضعها المختلفة. يخشى الناس أن يكون هنالك يعني الوصول أن تتغلب الأصوات، خصوصا بأن هنالك تقارب ما بين أهل الميثاق كما ذكرت لك، يعني كما ذكرت لك أغلبية أصوات اللجنة لا تعني شيئا فيما يتعلق بتعديل الوثيقة الدستورية، لأن الطريقة التي تعدل بها الوثيقة الدستورية طريقة معروفة ومنصوص عليها في الوثيقة الدستورية أيضا. يعني لا يمكن مجلس الوزراء وحده أن يعدل الوثيقة الدستورية، ولا مجموعة من مجلس الوزراء ومجلس السيادة يمكن أن تعدل الوثيقة الدستورية، ولا مجموعة أيضا أو لجنة من داخل مجلس الوزراء تستطيع أن تعدل الوثيقة الدستورية. الذي يستطيع تعديل الوثيقة الدستورية هو اجتماع المجلسين في هذا الوقت الحاضر، وطبعا هذا ممكن إذا تم توافق عليه بين كل القوى السياسية ومؤسسات الفترة الانتقالية. ليس هناك يعني خطأ في هذه المسألة إن حدثت بهذه الطريقة، لكن يجب أن تحافظ على الوجهة الأساسية للوثيقة الدستورية، وهي دعم الانتقال الديمقراطي بحيث نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة بعد عامين من هذا التاريخ. الآن هنالك حالة من الاستقطاب الحاد والتصعيد السياسي بين الطرفين، ما هي انعكاسات هذا التصعيد الذي نراه على المشهد السياسي في البلاد ككل؟ طبعا من يتابع سيجد أنه هناك بعض الجهات داخل الحرية والتغيير لديها بعض المرارات مع بقية جسم الحرية والتغيير، ولكن مع هذه المجموعات التي لديها بعض المرارات هناك مجموعات بالتأكيد واضح أنها تنتمي إلى النظام السابق، هم من الفلول، وهناك جهات انقلابية داخل المؤسسة العسكرية، وهؤلاء مع بعضهم البعض يفتعلون ويستغلون هذه المرارات الموجودة في أوساط بعض عضوية الحرية والتغيير من أجل تأجيج الصراع، من أجل وقف الانتقال، من أجل القعود بالفترة الانتقالية من أن تصل إلى أهدافها الحقيقية في تحول مدني ديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة، وبالتأكيد تصفية. أنا أعتقد أنه المسألة بتاع تصفية التأصيل وتمكين الفترة السابقة واحدة من الأسباب الأساسية التي دفعت البعض للاستعجال للتعجل بما يقومون به الآن. فالأكيد أن هناك جهات لديها بعض المرارات، هي من داخل الحرية والتغيير، هي دعم للانتقال الديمقراطي، هي دعم للانتخابات الحرة النزيهة، هي دعم للوفاء ببنود اتفاقية بنود الوثيقة، ولكن مع هذه الجهات تسربت جهات أخرى من النظام السابق تسعى للارتداد بالفترة الانتقالية، ومعها جهات انقلابية. نحن نعلم أن هناك كانت محاولة انقلابية في 21/9، هذه جميعها تنتمي إلى نفس القاعدة، هي قاعدة الفلول، قاعدة التمكين، قاعدة التأصيل، بقايا
المؤتمر الوطني وبقايا يعني النظام السابق في مؤسسات الدولة بما في ذلك مؤسسات الفتح الانتقالية. لكن أنا أعتقد أنه من الضروري الآن العودة إلى ما توافقنا عليه والبعد الوثيقة كامل البعد. الآن أستاذ شمس الدين هناك مخاوف جدية من وقوع مواجهات حال استمرار الاعتصام أمام القصر الرئاسي وانطلاق موكب 21 أكتوبر. ما هو المطلوب لتلافي هذه الأحداث والسيناريوهات المختلفة؟ أنا أعتقد أنه ده هو رد الفعل الطبيعي على المحاولة الانقلابية وعلى الارتداد وعلى محاولات الارتداد عن الثورة وعلى محاولات النكوص عن الوثيقة الدستورية. تاريخيا يعني وفي كل دول العالم توجد الفاعلين السياسيين الأساسيين خاصة في بلداننا نحن في العالم الثالث والإقليم أفريقيا وشرق الأوسط، دائما ما كانت هناك المؤسسة العسكرية والحشود الجماهيرية، يعني هؤلاء هم المتقابل وتناوبوا على السلطة. الآن الاتجاه العام في كل العالم وفي الإقليم هو اتجاه نحو المدنية، نحو الدولة المدنية، نحو الدولة الديمقراطية، نحو الدولة التي تحترم التنوع، ودي هي الأهداف الرئيسية التي جاءت بها ثورة ديسمبر. في الفترة الأخيرة تصاعدت محاولات للارتداد عن هذا الاتجاه، وبالتالي أنا أعتقد أنه من الضروري للقوى الثورية تثبت أنها متمسكة بتطلعاتها، وبالتالي فأنا أعتقد أن خروج الثوار خاصة لجان المقاومة والشباب الذين صنعوا هذه الثورة وأشعلوها لتأكيد تمسك بتوجهاتها، تمسك بالتحول المدني الديمقراطي، أنا أعتقد أن هذه ضرورة ملحة لوقف مثل هذه المحاولات والمساعي. طيب السيناريوهات المتوقعة في حال تنفيذ موكب 21 أكتوبر، ماذا تتوقع أن يحدث في هذا الموكب؟ وفي حال أيضا يعني إذا وقعت هنالك مواجهات، ماذا تتوقع أيضا أن تكون ردود الأفعال؟ أنا أعتقد أنه يعني الثوار ديسمبر أثبتوا على مدى شهور طويلة، يعني هذه الثورة بدأت في 2018 واستمرت على مدى حتى 30 من يونيو بصورة مستمرة وبصورة متواصلة، وسادت فيها يعني قدر عالي جدا من السلمية وقدر عالي جدا من العقلانية. ولذلك أنا لا أتوقع من ثوار 21 أكتوبر أن يخرجوا عن المسار العام للثورة السودانية، أن يخرجوا عن سلمية هذه الثورة، أن يخرجوا عن عقلانية هذه الثورة، أن يخرجوا عن وطنية هذه الثورة ووضعها للسودان وللتحول المدني الديمقراطي نصب عينهم. أنا لا أعتقد أن هناك سيكون خروج، ربما تكون هناك تحرشات، لكن في النهاية خروج الثوار في 21 أكتوبر هو المنتظر منه استعدال موازين القوى، وتأكيد أن ثورة السودان ثورة ديسمبر لا زالت متمسكة بأهدافها ولن تنطفي حتى تحقق هذه الأهداف كاملة. شكرا جزيلا لك من الخرطوم مدير مشروع الفكر الديمقراطي ورئيس تحرير صحيفة الحداثة الأستاذ شمس الدين ضو البيت، شكرا جزيلا لك. شكرا لك وشكرا لمشاهديك. شكرا جزيلا. رفضت محكمة الشهيد محجوب التاج طلبا تقدمت به هيئة الاتهام لحماية شهودها بإخفائهم عن الظهور العلني في قاعة المحكمة. وقالت المحكمة إن منشور رئيس القضاء في هذه الجزئية الذي استندت إليه هيئة الاتهام في طلبها لا يلزم المحكمة، وأوضحت أن ظهور المتهمين يعد جزءا أساسيا من تحقيق العدالة. واحتفظ قاضي محكمة الشهيد محجوب زهير بابكر عبد الرزاق في جلسة المحكمة الاثنين للاتهام بحقه في أن يؤمن حماية شهوده بالكيفية التي يراها وفقا لما منحه القانون في هذا المنحة. وقررت المحكمة في إطار رؤيتها توفير حماية الشهود استنادا لقانون حظر التصوير والتسجيل خلال الجلسات التالية، إلى أن ينهي الاتهام سماع شهوده الذين كانوا يود حجبهم عن الظهور.
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تطبيق القرارين 363 و545 الخاصين بإزالة تشوهات الهيكل الراتبي للمعلمين. وقال مدير مكتب وزير التربية والتعليم عمر بابكر حسن لمنصة الناطق الرسمي إن قرار مجلس الوزراء رقم 363 خاص بزيادة طبيعة العمل من 35% إلى 50%، وأشار إلى أن القرار رقم 545 يتعلق بتعديل علاوات القيمة الثابتة، وهو تعديل بدل الوجبة من 220 إلى 7700 جنيه، وعلاوة الزواج من 50 إلى 1000 جنيه، إضافة لزيادة بدلات مؤهلات الدبلوم والماجستير والدكتوراه. وأوضح أن معظم الولايات بدأت العام الدراسي الجديد 2021-2022، وأن معلمي بعض الولايات كالجزيرة أعلنوا الإضراب عن العمل للضغط في سبيل تحسين أوضاعهم المعيشية. وأضاف العام الحالي أفضل حالا لو تمت المقارنة بالعام الماضي، وهنالك بعض التحديات ولكنها في زوال. حددت السلطات بولاية وسط دارفور مطلع ديسمبر المقبل موعدا لاستئناف الدراسة بجامعة زالينجي. وناقش الاجتماع المشترك بين لجنة أمن الولاية وإدارة الجامعة إجراءات فتح الجامعة عقب إغلاقها جراء الأحداث التي شهدتها حاضرة الولاية مؤخرا. وأمن الاجتماع على ضرورة تهيئة البيئة الدراسية ومعالجة نقص الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء التي ظلت تعاني منها الجامعة. ووجه والي الولاية دكتور أديب بالإسراع في تذليل العقبات التي تواجه الجامعة حتى تطلع بدورها في تقديم خدمة مجتمعية وتعليمية بصورة متكاملة. أكد المجلس القومي للأدوية والسموم التزامه بتقديم الدعم والتشجيع اللازم لتوطين وتطوير الصناعات الوطنية للأدوية. وتوقع الأمين العام للمجلس مناهل عبد الحليم أن توطين العلاج سيحدث نقلة نوعية في جذب استثمارات محلية وأجنبية لتصنيع الأدوية وغيرها من المنتجات الطبية الأخرى، مما يسهم في توفير الأدوية وتخفيف العبء عن كاهلي المواطنين. وأوضحت أن سياسة التوطين تضمنت عددا من الحوافز التشجيعية لتصنيع الأدوية في السودان، منها التصنيع التعاقدي، ويتم من خلاله نقل المعرفة الدوائية الأجنبية وتوطين صناعتها بالسودان، إلى جانب تسريع إجراءات التسجيل. أظهر تقرير صادر عن وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة في تقرير صادر الاثنين إنه تم تسجيل 29 حالة بولاية الخرطوم، 11 حالة بالشمالية، و11 حالة بنهر النيل، وحالة واحدة بالجزيرة وأخرى بشمال كردفان. وكشف التقرير عن تسجيل 10 وفيات، منها 6 بالخرطوم و4 حالات بنهر النيل. أشادت وزيرة الصحة الاتحادية المكلفة دكتور يسرى محمد عثمان بتدشين الاستراتيجية القومية لفحص كوفيد 19، وأعربت عن تقديرها للمجهودات التي ظل يبذلها المعمل القومي للصحة العامة. وقالت خلال مخاطبتها ورشة الاستراتيجية القومية لفحص كوفيد 19 إن المعمل القومي للصحة العامة التقط القفاز في تشخيص أول حالة إصابة في البلاد، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن ظل في حالة استنفار قصوى، يواصل في عمله ليل نهار من أجل السيطرة على الوباء بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الصحية الأخرى. ودعت الوزيرة لتجويد العمل وتوفير الأجهزة والمعدات والتوسع في خدمات فحص كورونا لكل الأنواع، وأشادت بالتعاون الفعال بين وزارة الصحة والدول الشقيقة ومنظمات الأمم المتحدة.